هدفه تحقيق ثورة جديدة بتونس من نوع آخر لتعزيز الاقتصاد وخطف الأضواء. مبتغاه إحداث نقلة نوعية في صناعة السيارات الكهربائية في العالم العربي، فقد تغيرت موازين القوى بالعالم وانتهى زمن الاحتكار الغربي أمام هيجان العقول العربية. اعتماداً على الطاقة الشمسية ستصنع تونس المفاجأة. تحت قيادة مبكر سيالة المهندس التونسي المختص في مجال صناعة السيارات، كيف لا وتونس تتصدر المشهد العربي لصناعة السيارات الكهربائية الشمسية بشركة باكو موتورز، مفخرة البلاد التونسية التي راهنت على تكنولوجيا المستقبل النظيفة. بدأت القصة قبل بضع سنوات، لكنها سرعان ما حققت طفرة استثنائية ناجحة في وقت وجيز. طموح كبير نحو المنافسة الدولية واكتساح المراتب الأولى القارية والإقليمية. قطاع صناعة السيارات الكهربائية بتونس مستقبل زاهر بأياد عربية خالصة. فما هو سر هذا التفوق غير المسبوق؟ وإلى أي حد سيتميز التونسيون في هذه الصناعة؟ هذا ما سنكتشفه، فابقوا معنا. وكالعادة نذكركم بالاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس. حلم وأمل. مما لا شك فيه فإن صناعة السيارات بمختلف طروزها لهي واحدة من القطاعات الصناعية الحيوية المتطورة والمكلفة جداً، إلا أنها رغم ذلك قد تحولت لصناعة أساسية وركيزة لا غنى عنها لمختلف الدول، خاصة في ظل ما يعانيه العالم في وقتنا الراهن من انحباس حراري جراء انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تدهور البيئة وظاهرة التلوث التي استفحلت لأسباب كثيرة، لعل أبرزها السيارات التقليدية العاملة بالوقود المتسبب في انبعاث عدة غازات سامة وملوثة لسلامة البيئة المحيطة عند احتراقه. تلك العوامل على وجه التحديد تفسر بشكل أو بآخر انجذاب المهندس التونسي مبكر سيالة لمسألة دخول سباق تصنيع السيارات الصديقة للبيئة من خلال شركة باكو موتورز الأولى من نوعها على مستوى البلاد التونسية. هذه الشركة التي يصل عدد موظفيها لبضعة العشرات من التونسيين ذوي الكفاءة المهنية والشهائد العلمية الرفيعة، جعلوا من باكو موتورز أول شركة عربية وأفريقية متخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية النظيفة، كونها لا تعتمد في تشغيلها على الوقود بمختلف أنواعه وتركيباته، وإنما تتكون من نصف بطارية ونصف خلية شمسية فوق سطح المركبة، كما يظهر جلياً بالمنتج الأول للشركة المتمثل في سيارة صغيرة الحجم بثلاث عجلات. وقع تصنيعها سنة 2022 على يد عمالة الشركة بنسبة إدماج لا تقل عن 50%، نظراً إلى تعاونهم مع شركة ألمانية أخرى لها فرع بتونس المعروف عنها صناعة قطع وتجهيزات السيارات، على غرار كونها مزود رئيسي لشركة مرسيدس بنز المصنعة لسيارات مرسيدس الشهيرة، ما جعل مبكر سيالة مؤسس باكو موتورز محط عدة انتقادات من الشعب التونسي قبل أن يرد عليهم في تصريح لإحدى الإذاعات قائلاً إن هيكل العربة تونسي الصنع 100%، في حين أن المحرك مورد من الخارج، فلا وجود لشركة قادرة على صناعة كل شيء بنفسها. لكن لا تحسبن أن هذا النجاح قد كان يسيراً على هذا المهندس التونسي الفذ، إذ وإن لم تكن حكاية تحقيق حلمه بتأسيس شركة تونسية لصناعة السيارات الكهربائية قديمة النشأة، إلا أنها قد حملت في طياتها مصاعب وعوائق عديدة عطلت من الانطلاقة الفعلية للمشروع، بحيث إن مبكر وعلى حد تصريحاته فإنه لا يزال يواجه عقبات كبيرة تعرقل مسار عمله، نظراً لمشاكل البيروقراطية في الجهاز الإداري بتونس ما سيكلفه 3 أضعاف الوقت المخطط له لتوطين هذه الصناعة المتطورة. لكن وعودة لتسمية شركة باكو موتورز، فقد استمدت اسمها من كلمة باكو التونسية، أي علبة باللغة العربية،
المصطلح الأمثل لتوصيف الشكل الخارجي لما تم تصنيعه حتى الآن من مركبات. هذا ويرجع أصل الفكرة إلى عام 2020، حينما كان يمضي مبكر وقته رفقة ابنه في ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية بالمناطق الجبلية، حيث طلب منه ابنه آنذاك تحويل دراجته إلى دراجة كهربائية لما يعانيه من تعب أثناء صعود المرتفعات، وهو ما كان له قبل أن يخطر في بال والده مبكر أن يجرب نفس الأمر على سيارة عادية لسهولة الأمر، مما قاده تباعاً إلى تجربة صناعة سيارة كهربائية بالكامل من الصفر. ومع خبرته الواسعة في صناعة السيارات على خلفية عمله بشركة BMW، الشركة الألمانية العريقة بهذا القطاع الصناعي والمشهورة بكونها أحد أكبر المنافسين العالميين، زيادة إلى ما جمعه من معرفة مضنية نتيجة لإدارته لشركة ألمانية متخصصة في مجال الطاقة الشمسية، إبان تحصيله لشهائد علمية معترف بها دولياً على مدار سنواته الدراسية بتونس وأوكرانيا وألمانيا. فقد تمكن مبكر سيالة من تأسيس وفتح شركته الخاصة عام 2021 بتونس، باكو موتورز، لصناعة السيارات الكهربائية الشمسية الصديقة للبيئة. في الوقت الذي تدعو فيه الأمم المتحدة إلى تسريع عملية التحويل في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات قبل عام 2030، بداية فصل جديد. بعد تمكنه من تثبيت شركته وإطلاق خط الإنتاج لأولى مركبات باكو موتورز B1، ركز عندها المهندس مبكر سيالة على إضفاء البساطة في تصميم المنتج الأول مع مراعاة المعايير الدولية، بهدف تسهيل عملية نقل البضائع نظراً لنتائج دراسة السوق التونسية التي أجريت وقتها قبل الشروع في التصنيع، إذ تتميز تونس وخاصة أحيائها العتيقة بكثرة الشوارع المتعرجة الضيقة المتأثرة بالنمط الإسلامي. ولذلك شكلت عربة باكو موتورز الأولى على شكل مشابه للتوك توك الهندي، بثلاث عجلات ولوحة تحكم بسيطة ومساحة خارجية واسعة للتخزين، بيد أنها تستمد طاقتها من بطارية كهربائية تمتاز بديمومة لمدة تتجاوز 8 سنوات، وشحن سريع حيث من الممكن شحنها لحد 80% خلال 2 ساعات فقط، علماً وأن هذه المركبة مزودة كذلك بخلية شمسية تساعد على تشغيلها وعلى الحفاظ على طاقة البطارية. ثم إن 70 كيلووات من الطاقة الكهربائية كفيلة بتوفير 50 كيلومتر للسائق باليوم الواحد، أي ما لا يقل عن 17,000 كيلومتر بالسنة، ما سيوفر عليه مصاريف الوقود. هذا وتصل سرعة B1 إلى 45 كيلومتر في الساعة، بينما لا يقل سعرها عن 4,000 دولار، ولعل هذا ما أسهم في تصديرها كذلك إلى ألمانيا وأسواق الخليج العربي في انتظار التوغل في إفريقيا، على خلفية سياسة التسويق والدعاية الناجحة التي اعتمدها المؤسس مبكر. فعقب توزيعه ل6 نسخ من تلك العربة على عدة ولايات مختلفة في شكل هبة لتعزيز أسطول نقل الأدوية والمعدات الطبية بين المستوصفات والمستشفيات، بدأ أيضاً منذ بضعة أيام جولة ترويجية لعلامته التجارية حول تونس وفي جميع ولاياتها 24، معتمداً في ذلك على الإصدار الثاني لشركته سيارة باكو موتورز الكهربائية B ذات 4 عجلات و3 مقاعد، الموجهة لحل معضلة الاكتظاظ المروري في بعض المدن التونسية كثيفة السكان نظراً إلى حجمها الصغير، علماً وأنها قد سعرت بحوالي 5,220 دولار، رغم سرعتها المنخفضة التي لا تزيد عن 45 كيلومتر مثل الإصدار السابق B1. فهل ستنجح تونس مستقبلاً في أن تكون الرقم 1 إفريقياً في صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة؟ وماذا تتوقع لمستقبل المهندس مبكر سيالة في علاقة بطموحاته الشخصية وشركته الصاعدة باكو موتورز؟